اتحاد جده. نادي اتحاد جده على فكره اللي انا عرفته، انا ليا اصدقاء كتير من جوه النادي من نادي اتحاد جده يعني، لاني لعبت شويه هناك، وبالتالي لما باجي اتكلم، لما جيت اتكلمت معاهم النهارده وامبارح الحقيقه متخوفين من مستوى اداء النادي الاهلي. خلي بالك لما يكون فرقه خايفه من النادي الاهلي يعني، عشان طبعا بس يعني محترمين النادي الاهلي بشكل كبير، انت لازم داخل الملعب لازم تثبت ده، لازم تثبت ان احنا فعلا فريق يتخاف منه، واحنا فريق قادرين ان شاء الله على المنافسه بشكل جيد. وزي ما اتكلمنا على يعني على مستوى الكولر، الراجل طلع الحقيقه كان يعني كلامه بسيط جدا ومختصر جدا، ولكن كان في الصميم، اتكلم زي ما قلت لك على الدوافع، اتكلم على الجماهير، اتكلم كمان على الطموحات والاستعداد للمباراه. اكيد المباراه بيستعد لها، دي النسخه الثانيه على فكره لكولر، النسخه الثانيه على التوالي في كاس العالم، وده شيء طبعا هو بالنسبه له لما بيلعب قدام جماهير كبيره، يمكن محرومين من ده شويه هنا في مصر لسه في الدوري. هو دايما كان بيتكلم على هذه النقطه تحديدا، يعني هو بيقول ان طبعا الاستاد لما بيكون مليان ده بيكون دافع كبير جدا جدا، ويكون عامل كبير ان شاء الله باذن الله لفوز فرقتنا باذن الله في المباراه بكره. واستعدادات زي ما احنا شايفين ان النهارده كان في استعدادات على مستوى الملعب، يعني ما اتمرنوش على الملعب لكن كان في زياره كده للملعب شافوها، وكان التدريب يعني التدريب الاساسي يعتبر تدريب خفيف النهارده، وكل مستعد وكل منتظر، واحنا كمان منتظرين مباراه بكره يعني. منتظرين مباراه بكره، وعارفين ان احنا عندنا فريق جيد جدا، عندنا ثقه كبيره جدا في مجموعه اللاعبين اللي موجودين، عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين الحقيقه، لانهم في النهايه بيمثلوا اسم النادي الاهلي اللي جماهيره تتعدى 80 90 مليون اهلاوي. الحقيقه انا بتكلم على هنا جوه مصر، بس في السعوديه اعتقد ان احنا بكره هنشوف مباراه اخرى في المدرجات ما بين الجماهير وما بين الجماهير وبعضها، ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير الاتحاد السعودي. وبالتالي عندما نرى او كلنا ننتظر هذه المباراه ان شاء الله تكون مباراه على المستوى المطلوب، سواء من النادي الاهلي ونادي اتحاد جده طبعا، ولكن احنا نتمنى النادي الاهلي يفوز في هذه المباراه. انا بس عشان ما حدش ياخد كلامي غلط، انا لما كنت بتكلم بقول انه نادي اتحاد جده كل العاملين او كل الناس او معظم الناس اللي كلمتني من السعوديه قالت لي ان احنا هنحترم نادي الاهلي جدا 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 لاسمه الكبير وتاريخه الكبير والكلام ده، مش خايفين من النادي الاهلي برضو، علشان هي كلمه الخوف هي في لغه الكره احترام يعني، انت بالظبط يعني انت عارف احنا كلامنا لا طبعا ده لغه يعني، احنا بنتكلم في الماتش لازم نكون خايفين من المنافس، مش خايفين منه ان احنا الخوف الناس فاكراه، لكن بنحترم المنافس. على فكره لما كريم بنزيما يطلع بيقول كده، لما كانتي يطلع يقول كده في المؤتمر الصحفي، ان هو بيقول انه يعني احنا هنقابل فريق قوي ولازم نحترمه بشكل كبير جدا، ده شيء اكيد اكيد يعني في مخيله كمان كل لعيبه النادي الاتحاد ومشجع نادي الاتحاد. ف مباراه متكافئه ومباراه ان شاء الله باذن الله تكون لصالح النادي الاهلي، وعايزين ان شاء الله ميداليه بقى بدل البرونزيه، يا رب تكون فضه او ذهب يعني.